المدنيون. ثلاث سنوات مضت وهيئة التنسيق النقابية تخوض معركة بناء حركة نقابية ديمقراطية مستقلة في لبنان بمواجهة تحالف مالي سياسي يريد ضربها واحتوائها وإفشال تحركها وشقها بشتى الأشكال والأساليب السلطوية والضغوط وكافة أشكال الترهيب والترغيب. أقفل بوجهها كل الأبواب في معركتها من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فلا ضمانات بإقرار حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين بإعطاء نسبة زيادة واحدة 75% من أصل 121%، بل أعطوا الأساتذة 13% موزعة على 3 سنوات بمعدل 4% لكل سنة. هذه الزيادة التي تضرب حقوقهم المكتسبة. ولا جلسة نيابية لاستكمال نقاش مشروع السلسلة، بل محاولة فرض زيادة TVA 1% لتأليب الرأي العام عليها، وها هم اليوم يحاولون ضربها عبر إعطاء الطلاب الإفادات الغير مسبوقة. إن من يتحمل مسؤولية إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية هو معالي وزير التربية والتعليم العالي والحكومة مجتمعة التي قدمت له التغطية السياسية في ذلك. ورب سائل يسأل: هل إن سبب لجوء معالي الوزير إلى الإفادة هو هيئة التنسيق النقابية بمقاطعتها التصحيح؟ فنجيب بأن مقاطعة التصحيح جاءت بطلب منه وأعلنت من مكتبه عندما طلب منا مراقبة الامتحانات ومقاطعة التصحيح، وتعهد أمام الرأي العام بأنه لن يلجأ للضغط على هيئة التنسيق النقابية بإعطاء الإفادات، وكلكم يعلم ما قاله، فليفتشوا عن غيري إن أرادوا الإفادات. إن من يتحمل المسؤولية أيضاً هم السياسيون الذين أوقعوا البلاد في حال من الشلل لكافة المؤسسات الدستورية، وانعكست في عدم حضور بعض الكتل النيابية جلسات التشريع في المجلس النيابي. لهؤلاء السياسيين المختلفين فيما بينهم نقول: أنتم مختلفون بالسياسة فيما بينكم ومتفقون على ضرب حقوقنا وضرب هيئة التنسيق النقابية وضرب الشهادة الرسمية عبر إعطاء الإفادة التي وافقتم عليها جميعاً. فأنتم من يتحمل المسؤولية الكاملة. لقد تصرفنا خلال السنوات الثلاث الماضية كتربويين، وغلبنا الجانب التربوي على الجانب النقابي، وكنا نتراجع دوماً لصالح أبنائنا الطلاب مرتين وثلاث وأربع. فمن منكم أيها المسؤولون استجاب لصرخات الآلاف المؤلفة من المتظاهرين؟ إلى الأهالي وطلابنا نتوجه في الوقت الذي كانت مجالس المندوبين المنضوية في هيئة التنسيق النقابية تناقش ملف الحقوق وإنقاذ الشهادة الرسمية ورفض الإفادة وكل الخيارات المتاحة أمامها تصحيحاً أو مقاطعةً، وعلى قاعدة ضمان الحقوق للقطاعات التعليمية والوظيفية
كافة بإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع، جاءت قرارات لجنة التربية النيابية وتصريحات معالي وزير التربية لتسد الخيارات والأبواب أمام هيئة التنسيق النقابية في إنقاذ الشهادة الرسمية وضمان الحقوق، الأمر الذي وحد موقفها بعدما كانت هيئات ومجالس مندوبين تبدي استعدادها للتصحيح، ومندوبين ومجالس مندوبين وهيئات تبدي استعدادها لعدم التصحيح، وأبقاها عليه موحدة بعدم التصحيح جراء الإسراع بقوننة الإفادة بدل إنقاذ الشهادة الرسمية وضمان الحقوق. وفي تصريحات معالي الوزير بقوله فاتكم القطار ونحن بوادي وأنتم بوادي آخر، ولجهة التشكيك وتوجيه الاتهامات الخطيرة والمرفوضة بحق الأساتذة والمعلمين والإداريين بالقول إذا عدنا للتصحيح فمن يضمن سلامة الامتحانات. وهذا ليس إلا تمهيدا لخصخصة الامتحانات بحجة عجز الدولة والوزارة عن إجرائها. وهذا يظهر بوضوح من الحريص على مصلحة الطلاب والأهالي، ومن يأخذهم رهائن ويضرب الشهادة اللبنانية، وهم هم من يتحملون المسؤولية في ذلك. وعليه تتعهد هيئة التنسيق النقابية بأنها لن تألو جهدا ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة الرسمية وحقوقها، وبأن معركتها ستبقى مستمرة ومفتوحة بوجه السياسيين الذين وقفوا ضد حقوق الأساتذة والطلاب، وهي ستعمل على الارتقاء بأدائها وتنظيمها بناء على توصيات مجالس المندوبين واقتراحاتهم، معلنة الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة بعد غد الخميس 21 آب 2014، مع الاعتصام الساعة 11 أمام وزارة الاقتصاد مبنى العزرية، مؤكدة في الوقت عينه بأنها بصدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة ستعلن عنها لاحقا، وهي تؤكد على أن افتتاح العام الدراسي 2014-2015 سيكون طبيعيا واعتبارا من 1/9/2014، كما تؤكد من الإجراءات التي ستتخذها بأن هيئة التنسيق النقابية مع نقابة المعلمين تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الإفادات مع معالي الوزير زياد بارود. وشكرا. ورد انه رجع واحد موقف هيئه التنسيق النقابيه. تسمح لي يا للحقيقه نحن كانت مجالسنا عم تدرس عدم اضاعه الشهاده الرسميه والحفاظ على المدرسه الرسميه والمدرسه الخاصه بمكوناتها التربويه. للاسف فوجئنا بدل ما ينزلوا لجنه التربيه النيابيه وتتمنى على هيئه التنسيق وتضمن لها حقوقها وتتمنى عليها التصحيح الشهادة الرسمية، نفاجأ بتغطية بأوننة الإفادة. وهذا للأسف يعني نتمنى على لجنة التربية أنه ما يكون هالقرار هذا، لأنه هي المفروض تكون أمينة على التربية، عم تضرب التربية بلبنان. شكرا.
شكرا لكم وما توخذونا على التأخير.